هذا السائل يقول أبو علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصلاة خلف شخص صاحب بدعة ومخالف للسنة؟ بدعة تختلف، إذا كانت بدعة مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، إذا كانت بدعة كبيرة من كبائر الذنوب ولم تصل إلى حد الكفر هذا يعتبر فسقا ولا تجوز الصلاة خلفه أيضا عند جمهور أهل العلم. وأما إذا كانت البدعة يسيرة ولا تصل إلى حد الكبيرة فهذه تصح الصلاة خلف صاحبها، وإذا وجد إماما أفضل فإنه يصلي خلفه. نعم.